صار لي 17 سنة في خدمة أطفال التوحد، مريت على جميع المراحل والمستويات. كانت بدايتي اللي هو مع 1-to-1 اللي هو أدرس الأطفال، بعدين انتقلت إلى مرحلة ثانية اللي هو مرحلة الترانزيشن. شنو الترانزيشن؟ عبارة إن الطفل في البداية يسيد التعليم 1-to-1، يأخذ جميع المهارات وجميع الكفايات، فمن يتطور الطفل ينتقل إلى مرحلة الترانزيشن. مرحلة الترانزيشن هي إعداد الطفل من أجل دمجه في المدارس اللي هو مع أقرانه العاديين. فمن خلال الترانزيشن هناك برامج مطابق للبرنامج اللي في المدرسة، جميع المواد من إنجليش وماث وساينس، فأشتغل على مهارات محددة وأعمل على تطويرها. إحنا في مركز عالي للتأهيل عندنا نوعين من الخدمات. عندنا خدمات التدخل المبكر للفئة العمرية من العمر 8 سنوات إلى 16 سنة، وبعد اللي هو الفئة العمر المراهقين يلتحقون بخدمات خاصة بمركز عالي للتأهيل بالطابق الأرضي. عندنا خدمات اللي هو العلاج اللي هو Applied Behavior Analysis الABA اللي هو جلسات اللي هو التطبيق السلوكي، وعندنا جلسات اللي هو Occupational Therapy اللي هو عبارة عن العلاج الوظيفي، عندنا العلاج بالموسيقى، تهدئة الأطفال حتى يكون في تعزيز إلى كل مهارات التواصل، المهارات الاجتماعية خلال الجلسة، عندنا العلاج الفني الارت ثيرابي، إلى جانب عندنا اللي هو الجيم أو الرياضة عشان اللي هو تحريك البدنية. التمارين الفيزيائية مهمة جدا إلى تقليل أي من السلوكيات اللي تطرأ على الأطفال المصابين باضطرابات في التوحد. أما الحين محمد أتكلم عن التدخل المبكر. التدخل المبكر لو حصل في سن سنتين بيفيد الطفل إنه يسوي دمج حق صفوف المدرسة وصفوف الأخرى. يعني مثلا لو حصل من ولي الأمر إنكار لإن الطفل مصاب بالتوحد، ده بيأخر في دمجه ويأخر في تشخيصه، فبالتالي بيجي في سن متأخر، وده بيأثر عليه سلبا انه هو ما يقدرش يندمج لصفوف الدمج عندنا في المدرسه. بالنسبه ازاي كولي امر انا اعرف ان ابني عنده توحد وازاي ان انا اقدر الحبه في مرحله متقدمه؟ اولا دي علامات بتظهر من عمر 6 شهور لحد سنتين. مثلا نفس تاخر في الكلام، لو الطفل اتاخر في الكلام لحد عمر سنتين ده لازم عند الوقت ده لازم يبقى فيه تشخيص. تشخيص مثلا بيجينا احنا مركز عاليه احنا بنعمل تشخيص، لو هو بيقدر انه يندمج عندنا احنا بنتكل مهاراته بنكون مهارات عنده بنخليه يوصل لمرحله الدمج ونخليه يدخل المدرسه.